بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، عوائل الشهداء والجرحى الكرام، عوائل الأسرى والمطاردين الأباط، عوائل الأسرى والمطاردين الأباط، جماهير الصمود والثبات، الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، ندعوكم للوقوف جميعا وقراءة سورة الفاتحة مهداة لأرواح شهدائنا الأبرار، فرحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أيها الحضور الكريم، في محفلنا المبارك هذا وفي خطوة موفقة تتلاقى فيه الإرادة الشعبية والقوى الفاعلة هذا العام على شعار موحد لإحياء عيد الشهداء في 17 من ديسمبر، والذي دأب شعبنا العزيز والرموز القادة القابعين خلف القضبان على إحيائه كل عام، وذلك انطلاقا من مبدأ إحياء ذكرى الشهداء لما في ذلك من إحياء للمبادئ والأهداف السامية التي من أجلها قدم الشهداء دماءهم الزاكية، وفي طليعتها إنهاء الحكم الدكتاتوري وإقامة دولة العدل والمساواة وكرامة الإنسان وصون حقوقه، دولة الخلاص من الظلم والاستبداد والتمييز الطائفي البغيض. الإخوة والأخوات، نحن نعيش مصداق قول نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله: أشرف الموت قتل الشهادة. وقول أمير المؤمنين عليه السلام: لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من الموت على فراش. فما أعظمه من شرف وكرامة أن يرحل الإنسان عن هذه الدنيا الفانية شهيدا بين يدي الملكوت الأعلى. فعلى طريق العشق الإلهي قدم شعبنا المقاوم كوكبة من الشهداء، وكان آخرهم بالأمس الشهيد الفتى أحمد عبد الأمير، ليفوح عبق دمائهم في أرجاء الوطن الحبيب، مؤكدة على أن طريق النصر لا تصنعه إلا التضحية بأغلى ما يملك الإنسان في هذه الدنيا الفانية. نعم، علينا أن نمضي في ثورتنا دون تراجع، أولسنا على الحق؟ إذا لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا على الموت؟ ارفعوا قبضاتكم عاليا إلى عنان السماء، ارفعوها عاليا وأعلنوا البراءة من الدكتاتور حمد، ليصرخ الجميع الكبير والصغير: يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد. من نهج الشهداء والدم القاني وعلى درب عوائل الشهداء الكرام الصابرين المحتسبين المترقبين ليوم الشهداء وليوم القصاص ممن قتل فلذات أكبادهم وسفك دماءهم، ومن بلدة شيخ الشهداء الشيخ النجاس والشيخ القائد صلاح عباس وشهيد التكبير مقطع الأشلاء هاني عبد العزيز وبقية الشهداء، ندعوكم يا شعب العزة والكرامة
لأوسع مشاركة في الفعاليات الثورية القادمة. أولاً، الزحف الثوري نحو ضاحية السيف يوم الجمعة المقبل الموافق للسادس من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال منتدى ما يسمى بحوار المنامة، لنسمع المشاركين فيه بأننا شعب أبي عزيز قد كتب بدمه قراره الأكيد في مواصلة الثورة حتى تقرير المصير والخلاص من حكم العصبة والخلاص من حكم العصبة الخليفية الفاسدة والقصاص من قتلة الشهداء. ثانيا، الفعالية الجماهيرية الكبرى تحت شعار يسقط حمد، رفضا لحكم الدعي بن الدعي حمد بن عيسى، وذلك بتاريخ 16 من شهر ديسمبر الجاري. ثالثا، التظاهرة السنوية الكبرى وسط العاصمة المنامة في ذكرى عيد الشهداء يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري، الذي هو يوم لتجديد العهد لشهدائنا الأبرار ويوم التضامن مع عوائلهم الكريمة. في الختام، نهيب بجماهيرنا وجماهير شعبنا الأبي بالاستعداد التام للمشاركة في الاستحقاقات القادمة والتهيؤ لاستقبال الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق ثورتنا المجيدة بعزم لا يلين وبإرادة لا تنكسر. نمضي نحو عزتنا وكرامتنا بخطى ثاقبة، وأن يوفقنا، نسأل الله لأن يوفقنا لنكون الأوفياء لهم عبر التمسك بأهداف الثورة ومبادئها، وأن ينظر إلينا نظرة رحيمة ويرزقنا الشهادة في سبيله وفي سبيل إعلاء كلمته، وما النصر إلا من عند الله. كرسيه الذي لم يخلو يوما منه، وجوده الذي لا يغيب عن كل الميادين، فهو المبادر والسباق الذي يتقدم الصفوف الأولى جنبا إلى جنب مع أبناء شعبه، يتقدم الائتلاف، معذرة أخواني الكرام، يتقدم الائتلاف بأسماء آيات التعازي إلى شيخ المجاهدين الشيخ علي بن أحمد الجد حفصي بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله الحاج عباس بن أحمد الجد حفصي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة. فرحم الله من قرأ لروحه الطاهرة سورة الفاتحة.